بلا سكر بلا حليب بلا شيء سادة. يسلموا ايديكي، بس انه هاي المعلومة بيعرفوها الكل، يعني اني بشربها هيك. اه يعني كأنه عم بتقلي انه مش هالقصة الكبيرة اني عرفت. لا ما هيك قصدي. ميا فاني كنت كتير تحبها. حلوة، بتذكرها كتير منيح. هيدي ما حدا غيري بيعرفها. طيب بخصوص الميتينج تبع عبد الوهاب، ايه في شيء لازم اعرفه غير المحطوط بالملفات؟ لا ابدا، ما في شيء لازم تعرفيه، يعني كل المعلومات عندك بعتقد. اوكي، بس يعني تحديدا اي شيء بخص مشروع دبي فالمهندسه ساره هي اللي رح تكون موجوده، لانه المشروع اصلا هي بلشت فيه من البدايه. كثير منيح، لكن ما عندنا مشكله. بتعرف زين انا مش معوده اشتغل فول تايم، يعني كل عمري بعينوني الشركات كونسلتنت على مشاريع معينه بجي بعملها وفل، سو ما كثير بفهم بهيدي التراتبيه يعني، بس عندي ثقه كثير كبيره بحالي وبشغلي. استاذ زين، وانا ميا عندي ثقه فيكي وعندي ثقه بشغلك، يعني ليش عم تحاكيني كأنه ما بعرف؟ بس مع هيدا قضينا أيام حلوة، حلوة كتير. كانت أيام حلوة كتير حلوة، وأول مرة قربت تبوسني طلعت فيي هيك ميا، وقربت هيك ميا صاحبتي وصلت قبلي على البيت وصورت فيديو، الشرطة كمان صاروا هونيك، عم ببعت لكم كرمال ما تعتلوها. كل شي منيح. بليز ميك ا ويش. اوكي هابي بيرثداي. ثانك يو. بونسوار. بس هيك بدنا نزعل منكم، ليه ما فكرتوا فينا نحتفل معك؟ لا الصراحة أنا حتى ما كنت عارفة. هي مزبوط لازم تحكي سوسو، لأنه مش معقول تكون عملت هالسربريز وما نقلها تجي، عيب. إيه أكيد أنا بدي أحاكيها، بس أنت كمان لازم تحاكيها لأنه هي اللي عملت لك سربريز، فرحانة فيكي. بعد شو بحكيها؟ شو؟ كيف كان اجتماعكم؟ تمام. قلنا لهم عن تأخير وسببه، وعدناهم انه نسلمهم اون تايم هالمره، وكله كان منيح. انتو كيف كان اجتماعكم؟ بيرفكت، كثير منيح. بليز تفضلوا. لا صراحه ما بدنا ننزعلكم السوربريز تبعكم، و نحن مش حاجزين وشكل المطعم مفول، ف
هابي بيرثدي، ان شاء الله كل حياتك سوربريز بسوربريز. ثانك يو. عقبال المية. كلك سوء. بالاذن. تفضلوا. سي يو تومورو. ان شاء الله. نسوة كتير حلو بيتك بتعرف، بس بضل ناقصه التاتش تبعي اكيد. وين البار عندك؟ وراك. Monsieur.